بالنسبه لقريه حارس واحد النهضه اللي اتعرضت الحلقه اللي فاتت، البرنامج بالتعاون مع جمعيه صحابه الخير باسكندريه ارسل قافله مواد غذائيه. نشوف القافله. حارس واحد تبع قسم العمرية، استلمنا اكياس فيها زيت ورز وعدس وسكر وزيت ووجبات جاهزة. من ساعة الحلقة التانية ما اتزعت، احنا ما كناش مصدقين ان كان حد هيجي لنا وقالوا احنا هنيجوا وجابوا لنا هنا اهوت قافلة للناس الغلابة فيها رز وفيها سكر وفيها زيت وفيها عدس وفيها وجبات غذائية جاهزة وفيها لحمة. خدنا زيت وسكر ورز. احنا خدنا سكر عوض وخدنا ايدي اكل وحاجات وشكرا للبرنامج. هي القرية هنا يعني ما حدش بينزل لها وما حدش اصلا بيشوفنا خالص وما حدش بيسأل فينا، يعني احتبر هي من حتة من اسكندرية بس احتبر مش هي مش اسكندرية خالص. احنا بتعاون مع برنامج واحد من الناس هزلنا القرية عملون بحوث، شفنا اول حاجة محتاجينهم اللي احنا ننزل لهم بوجبات، اول حاجة نزلنا لهم بيهم شنطة فيها رز وزيت ومكرونة وعدس، ونزلنا وجبات سخنة. أول حاجة نزلنا شفنا عندهم بحوث، نزلنا لهم بحوث وإن شاء الله بالتعاون مع برنامج هنقدر نغير المنطقة ونخليها أحسن إن شاء الله. إحنا متشكرين جدا، شكرا. متشكرين يا جدعان كلكم والله، متشكرين وصاحب طيبين.